طبعا الكابتن احمد بن سليمان كحكم ساحه، وبينما ايضا يساعده طبعا الكابتن وليد مهدلي ومصطفى برناوي. كل التوفيق للفريقين، كل التوفيق كذلك للطاقم التحكيمي وللجنه العامله لبطوله المدي لعام 2024 هنا على ملعب التعاون. مشاهدينا متابعينا، مباراة انطلقت حتى كل من يتابعوننا ايضا عبر مواقع شبكة النجوم، يتوقع ان تكون ذات الرتم السريع، ذات كذلك القيمة المكية المعروفة لسرعة الكرة بمكة المكرمة. الكرة مرت الى خارج ارضية الملعب. ست سنوات ارتدت ارتدت سريعة يا رضوان، خطيرة للحاتم، جميلة الكرة امام المرمى. بدران بدران امام السلطان، والزبرماوي بخبرة السنين يرد الكرة ما تعطي، كذلك طبعا عامل المشاركة والمنافسة. الله على الكرة، بدر 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 بدر، سقط بدر وبحث عن الخطر والصابرة لم تكن لدينا هذا الخطأ. يزيدو 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 يلعبها، وخبرة عبد العزيز في التصدي. ترجع الكرة سريعة بدران، لكن التغطية دفاعية لصالح لاعب فريق الخالد. ملعوبة ملعوبة حتى الآن فريق الخالد، يضرب ذلك محترمة، وهذه هجمة خطرة في الناحية اليسرى، محاولة المرور موجودة. مرت الكرة قرعة اللعبة أمام عبد الرحمن أبو جنية، ويبدو عامل الهدوء والتركيز العالي من الجانبين من الفريقين. كرة تلعب الآن، نقلة سريعة جميلة، وإن كان هناك من كلام يا رضوان، وإن كان من كلام يا رضوان، ولكن سلطان أوقف كل الكلام. وراية وليد هناك تظهر، والصافرة أيضا تدفع. يرجع من جديد الكرة جانبية، متابعة موجودة عن طريق محمد الأدل. محمد يا سلام يا سلام، خطيرة الكرة والمتابعة. عبد الرحمن أبو جنية يلم الكرة، يدور يشوط في المرمى، في المرمى، خطيرة خطيرة. رضا يا رضوان، رضوان هو رضوان، لا
يعترض حكم المباراة. تطلق الآن أحمد بن سليمان يضع نقطة وسجدة شكر جماعية لفريق الخالد المتفوق على فريق الحاتم. عبارة أخرى أيها الأخوة الكرام مشاهدينا متابعينا من هنا من ملعب التعاون المدي 22/2024 لقاء الحاتم وفريق الخالد في الجولة الأولى. طبعا أمسية الثلاثاء التي توافقت مع مشارف الفجر. عيسى وباسم كمحوري الارتكاز، محمد الأهدل صاحب الجول في جنبه جنية، يزيد بكر إلى جانب محمد أحمد في هجوم. هذه كورة، هذه لعبة خطيرة أمام المرمى تصل لعبد العزيز من عوض الحماري، ترجع الكورة من جانب جانب لكن عودة من جانب عبد الرحمن أبو جنية. أبو جنية يلعبها يعقوب، يعقوب إلى يزيد وترجع إلى وليد، وليد يلعبها من عوض الكورة حلوة حلوة عن طريق عماد إلى الحماري، يلعب الكورة أمام المرمى موجودة، ولكن هناك التغطية من حارس المرمى في تحركات كقطع النار من لاعبي فريق الخالد في 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 ارجائي هذا الملعب. شوف الكوره ترجع من جديد، الاحتكاكات في عالم كره القدم. يا سلام الله على الكوره، شوف عبد الرحمن يلعب امام المرمى، محمد احمد امام الجول، لكن وصلت الكوره سيري بغداد، كذلك مطعم لاما في او لا فاميليا والعمودي للعود والكثير من الرجال الذين يعملون. هذه كوره حكم اللقاء احمد سليمان يعلنها فوز لفريق